السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نوال الساحي. اللي دخل أول مرة للقناة ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا أي فيديو جديد. مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد اللي هو على شكل حلوة نتاع بقلاوة تركية على شكل صدفة أو ميديا، ولكن جاتني بحال التومة في الحقيقة، جاتني دوك الطيات ديالها بحال التومة ما عرفتش. المهم مرحبا بكم وخليكم معايا. صراحة كتجي هشيشة هشيشة بزاف ومقرمشة والمذاق ديالها كيجي رائع. خليكم معايا في المقادير ومرحبا بكم. بسم الله، كنحتاج 1 كاس الحليب، نص كاس الزيت، 2 بيضات، نص معلقة الملحة، ونبداو نخويو الحليب في زلافة كبيرة ونضيف ليه الزيت، نص كاس الزيت، نزيدو معاها نص معلقة صغيرة نتاع الملحة، ونخلطو المكونات مزيان. نضيفوا لهم بيضة كاملة، هنحتاجوا غير بيضة كاملة وصفر بيضة. نزيدوا صفر بيضة، والبيض نتاع البيض راه كنحتفظوا به، ما غاديش نرميه، وغادي نحتاجه اصلا في هاد الوصفة. خلطوا المكونات مزيان، غادي نجيبوا الطحين. انا ما خديتش العبار، ولكن ما عرفتش العبار نحطه لكم في الاول، بغيت نعبر بالمعلقه ولكن لا ما قدونيش بالمعلقه، يعني احتاجيت في هذه الوصفه احتاجيت زلافه كبيره اونص. غادي نخلط مزيان، درت دوك المعالق، غادي نضيف معلقه كبيره نتاع الخل، ما بغيتش نديرها في الاول مع الحليب خفت يتقطع لي الحليب، خليته حتى التالي، وحتى خلطت الطحين مع الحليب عاد ضفت معلقه كبيره نتاع الخل، سواء الخل الابيض ولا الخل العادي، المهم اللي متوفر في البيت. ونبقى نخلط وانا كنزيد الطحين شويه بشويه، كنزيد حتى تجمع لي العجينه. انا مقدنيش هذاك الزلافه، درت زلافه كبيره. غادي نجمع العجين بيديا لان خاصها تجمع باليدين. ها هي كما كتشوفوا بقيت كنزيد في الطحين حتى قصحت العجينه، انا راها قاصحه العجينه، تقصحت مزيان، خاصها تكون قاصحه على كاغي واحد شويه. مباشره غادي نجيب واحد الطبسيل وغادي ندير عليه شويه الطحين، فوق منه شويه الطحين، وغادي نقطع العجين، نقطع دواور بحال هكايا. انا قسمت هنايا على 5 القطع، غادي نشكلها دواورات وغادي نحطها في الطبسيل اللي داير بالدقيق من تحت. غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها ترتاح، غادي ترتاح واحد شويه بين ما ساليت بين ما وجدت السيرون اللي نحتاج. غادي نحتاج كاس سنيده، ناخذ كاسرونه وغادي نديرو فيها كاس سنيده اونص، يعني كاس اونص نتاع سنيده، وغادي نزيدو كاس ونص ديال الماء. الا لاحظتوا نفس الكاس كنعبر به الماء وسنيده،
وغادي نحتاجو عصير حامضة، حامضة غير صغيرة أنا عندي، إلا عندك حامضة كبيرة ديري غير نص حامضة. ووضعت واحد طرونش تاع الحامض وغادي نوضعه فوق البوطة. هذا السيروم باش نسقي بيه في التالي، خليها تطبخ مزيان وخليها تبرد. هاي راه كطبخ معانا، راني وضعتها فوق البوطة. غادي ندوزو الحشوة، غنحتاج كاس ديال الكاوكاو مقلي في الزيت اولا في الفران، غادي نوضعو في الطحانة. انا ما بغيتوش مطحون مزيان، بغيتو غير مهرمش. خليكم معايا غادي نهرمشوه شويه. ها هو كما كتشوفوا راه ما مطحونش، ها انتم غير مهرمش. غادي نضيف ليه نص كاس نتاع الزنجلان محمر حتى هو، وغادي نهرمشهم كاملين. غادي نزيد معاهم معلقه د العسل، وداك بيض البيض راه ما رميتوش، ها هو فين احتاجيتو. غادي نضيفو حتى هو، وغادي نخلط المكونات مزيان. ونخلي هاد الحشوة جانبا، ندوزو للعجين. هاهي من بعد ما رطابت غادي ناخدو زلافة فيها معلقه كبيره ديال الدقيق وجوج معالق كبار ديال المايزينا، وغادي نخلطهم. غادي ناخد العجين ونسطحها على طاوله العمل. ها هي راه كنقرصها ونديرها بالمدلك، ندلكوها مزيان مزيان. ما تخافوش من العجين، راه ما كتقطع ما حتى شي حاجه. ملي كنبغي ندلكها راه كندير مايزينا، ندردر عليها مايزينا. شوفوا العجين كيفاش كتجي، كيخص تجي رقيقه وما يديه كتبان، مع الكاميرا ما بيناش مزيان. ما كتقطعش يعني، قد ما دلكتوها راه ما تخافوش منها. دابا غادي نطويها، نطويها هذيك طويان عشوائي، ماشي بالضرورة يجيو دوك سميتو مقادين. المهم غادي نجمعها بحال هكايا. ها حنا كنجمعوها، بحال هكايا. غادي نجيب ديك الحشوة وغادي نوضعها، معلقة صغيرة بحال هاد الشكل هذا فوق ديك العجين. غادي ناخد دوك الطرف الاخر وغادي نغطي العجين بحال كيما كتشوفوا معايا. غادي نشكلها، ناخذ القطاعه وغادي نقطع بحال هكا. غادي ناخذ العجين غادي نقرصها من الجناب مزيان، ونحيد ديك اللي زايدين باش ما تجيش الغليظه بزاف. تقدروا ديروها كبيره، يعني انا غير وريتكم على شكل شكلها صغير. هي ملي كطيب راه كتنفخ، كيتزاد الحجم ديالها، لكن تقدروا تشوفوا الشكل ديالها. صراحه انا جاتني بحال التومه. الشكل ديالها كيفاش كيجي،
نعاود معكم العجين الثانية حتى نكملوها. اي من بعد ما كملناها وضعناها في الطاوة، انا وضعتها الطاوة نتاع الزاج، دهنتها بالزيت واستفتها ها كيفاش كيجي الشكل ديالها. من بعد غادي ناخد الزبدة، دوبت جوج معالق كبار نتاع الزبدة ومعلقة ديال الزيت، وغادي ندهن كامل العجين ديالنا، وغادي ندخلها للفرن يكون سخون على درجة الحرارة تكون مهيلة شوية، يعني متوسطة ماشي قليل بزاف، بتجي مقرملة وتطيب على خاطرها، يكون الفران ناقص شوية. غندخلها للفران، هيا من بعد ما خرجتها من الفران شوفوا كيفاش كتجي. غادي نسقيها بديك السيروم اللي وجدت في الاول، خليته حتى برد وهي راها سخونة، غادي نسقيها ونخليها جانبا تبرد شويه. من بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها هي كيفاش جات، صراحه شربات داك السيرون جا الشكل ديالها زوين، وجات حتى هشيشه والله. غير جربوها، وسهله وبسيطه بمقادير بسيطه ومتوفره في اي بيت. يعني الشكل النهائي ديالها كتجي رائعه، وبالصحه والراحه. وما تنساوش الاشتراك وشي تعليق شجعوني، وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. ومرحبا بكم في القناة، وبالصحة والراحة.